أنا بعتقد الرسائل التوعوية والرسائل التوجيهية والرسائل التلقينية في مرحلتنا هذه غير مجدية. لأنه البديل إذن 30 سنة الماضية كانت كلها عبارة عن رسائل فوقية حتى يئس الناس من هذه الرسائل الفوقية. البديل إذن البديل رسائل عملية. هذا المواطن البسيط اللي موجود في مناطق الحرب يستطيع بإغراء بسيط لأنه عاطل وما عنده دخل وما عنده بيت وما عنده ما عنده أي حاجة ولا عنده ثروة يدافع عنها، يستطيع أي واحد يجي يدخله معه في أي ميليشيا أو في كذا إذا بيوفر له الحياة. فأنت لازم تخاطب هذا المواطن في أنك توفر له الحياة، توفر له البديل، وتوفر له ما يدافع عنه. إذا كان في واحد عنده مزرعة أو كذا بيفكر ألف مرة قبل ما يحمل السلاح، لأنه السلاح أول ما يفعل تدمير هذه المزرعة. إذا هو عنده ما يدافع عنه لن يدخل في مغامرات. نعم أستاذ.